شماعة لخيبة الأمل، شماعة لسوء الحظ، شماعة للكسل، شماعة للملل. معايا شماعات، شماعة فستان مش لايقة على الهانة، شماعة بدلة للبيل منفوخة على الفاضي، شماعة جلاد، وكل ما يعدي الزمن كل ما شماعاتك يتقل حملها لحد ما تيجي لحظة بتتكسر. مفيش مرة حاولت تواجه نفسك وتكسر شماعتك قبل ما هي تكسرك؟ أنا كنت زيك، وحيدة، ضعيفة، وحزينة. أهلي اللي ما اخترتهمش، ولا اخترت أذيتهم ليا. خوفي اللي دايما مموت فرحتي، بس أنا قررت أخلي كل شمعاتي فساتين خروج ملونة. حتى بصوا، ودي بدلة حبيبي اللي أكيد في يومها قبل بحب. ده سلوبات صغنون لابني اللي هربيه على إنه يختار، اللي عشان بقى حبه وحنية، عشان ما يشحتهمش ابدا من بره. عمري اللي هعيشه على راحتي من هنا ورايح لحد ما اموت. مفيش حاجه هتكسرني تاني ابدا، سامعيني؟ مفيش حاجه هتكسرني تاني ابدا. سكر. طب اعمل حاجه، اتصرف ارجوك. حضرتك اهدي يا مدام، احنا علقنا لها جلوكوز وهتفوق ان شاء الله وتبقى كويسه. انت حضرتك انت. مش هينفع كده، ممكن تخرجي علشان احنا نعرف نسعفها. انا مش هسيب بنتي. انت ردي عليا، نادية. رمزي هي فين؟ لسه ما فقتش. فين الدكتور؟ جوه بس طردوني. يعني ايه طردوك؟ مش عارف. ربنا يطمنك عليها. شكرا. نادية فقت يا نادية. حبيبتي بالله على سلامك. شفتي بقى فقت اول ما دخلت. ماما عملت لنا حالة توتر زيادة عن اللزوم. الحمد لله على السلامة. حبيبتي حبيبتي بتتأسفي على إيه؟ بس 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 يا دكتور، هي هتبات هنا النهاردة؟ لا، هنظبط لها السكر وهتروح معاكم. تشك اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.